بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. ابنائي وبناتي، اخواني واخواتي، موضوع اليوم ان شاء الله تابع للدم وهو عمليات نقل الدم. بالامس شفنا وراثة مجاميع الدم وعرفنا أنها تقع تحت آلية أو سيطرة ما يدعى بالآليات المتعددة، وما نعيد الموضوع مرة ثانية. أما الموضوع الأساسي وهو عمليات نقل الدم، وعرفنا أن العالم لاندشتاينر عام 1900 أول من تمكن من تفسير لماذا تفشل عمليات نقل الدم أحيانا. اتفقنا أيضا أكثر من مرة من خلاله اكتشافه نوعين من المستضدات. مستضد أطلق عليه مستضد A، ومستضد آخر يدعى مستضد B. وعرفنا المستضدات هي عبارة عن بروتينات أو جليكوبروتينات اكتشفها لاندشتاينر على سطح كريات الدم الحمر، أطلق على أحدهما مختصر A والآخر B. ومن خلال المستضدين A و B أصبحت مجاميع الدم أربع مجاميع أو فصائل أو زمر. كيف؟ المجموعة الدموية المستضد وقد وجد لاندشتاينر أن هناك أشخاص تحتوي على أحد المستضدين، أي هناك أشخاص تحتوي على A فقط، وأشخاص تحتوي على B فقط، وأشخاص تحتوي على كلا المستضدين. ووجد أيضا أن هناك أشخاص تخلو من المستضدين المذكورين، ما إلا علاقة بباقي البروتينات الموجودة على سطح كريات الدم الحمر. فعندما نجد شخص يحتوي على المستضد A يطلق على مجموعة الدموية A، والشخص الذي يحتوي على المستضد B يطلق على مجموعته الدموية B، والشخص الذي نجد عنده نوعين من المستضدات النوعين A و B يطلق على مجموعاته الدموية AB. أما الأشخاص التي تخلو من المستضدين فيطلق عليها المجموعة A أو صفر. من حيث المبدأ الشخص اللي عنده مستضد A يرفض المستضد B، والشخص اللي عنده مستضد B يرفض المستضد A، والشخص اللي عنده المستضدين A و B يقبل أي دم. أما الشخص الخالي من المستضدات فلا يمكن أن يتقبل أي دم به أي من المستضدين. ليش؟ تعال نرسم مخطط بسيط ونتناقش سوا. هذه كرية الدم الحمراء من شخص وليكن مجموعته الدموية A، هذا آخر من المجموعة الدموية B، هذا آخر من مجموعة AB، هذا كرية الدم حاضر من مجموعة الدموية O. عندنا كم أربع مجاميع، بس كم مستضد؟ اثنين. أنا تخيل المستضد A باللون الأزرق، إذا هاي النقاط هذه على سطح كريات الدم الحمر هذه تدعى مستضدات، فهنسميه هذا A لكون على سطح كريات الدم الحمر له يوجد المستضد A، بينما المستضد الآخر اللي هو B أنا اعتبره أحمر،
إذن أنا أعتبر هذا المصطلح B، فهذه مجموعة دموية B. الشخص اللي B الـ A والـ B سيدة مواكبة، هذا قدامك المنظر، هنسميه شوف المنظر سيادة مشاركة، فهذا هنسميه A B. أما الشخص الذي يخلو من هذه المستضدات فهنسميه O. شو يقول انت هسا زي نشوف المنظر هذا، نشوف المنظر هذا، الشخص الذي يحتوي على المستضاد دي ايه الازرق يرفض اي دم يحتوي على المستضاد دي بي، يعني الازرق يرفض اي دم بيه احمر مستضاد دي بي، والشخص اللي بيه المستضاد بي يرفض اي دم بيه المستضاد دي ايه. اما هذا الشخص فبيه المستضاد دي ايه وبي، اذا لا يرفض، لان عند الاي وعند البي، اذا عندما ننقل له لم ننقل له شيء غريب عنه. اما هذا الشخص اللي هو او خالي من المستضادات، اذا سيرفض الاي وسيرفض البي. لماذا يرفض؟ هذه الاجابه اللي هي اساسا منتظرينها صار لنا فتره. ليش يرفض؟ كريات الدم الحمر تسبح في بلازما الدم، وبلازما الدم عندما تفقد مولد النيفين بنسميها مصل الدم، فهذا سميه مصل دم او بلازما دم ومشكلة. فكرات الدم الحمر تسبح في بلازما الدم. لقد اكتشف لاندشتاينر نوعين من المستضادات، كما اكتشف نوعين من بالاحمر نوعين كما اكتشف نوعين من الأجسام المضادة أنتيبوديز، سام المضاد، وهي بالحرف الصغير A small و B small. نسمع، الجسم المضاد A ضد يهاجم المستضاد A، يعني هاي الاثنين ما يجتمعوا ابدا، لا يجتمع او هسه المنظر، لا يجتمع المستضاد A مع الجسم المضاد A small، ولا يجتمع البي مع عدوه اللي هو البي small. نقول مره ثانيه، كما اكتشف لاندشتاينر ان لكل مستضاد، احنا عندنا مستضادين A و B جسما مضادا، فالجسم المضاد A small للمستضاد A، والجسم المضاد B small للمستضاد B. جسم مضاد لا يجتمع، ماذا يحدث لو اجتمع؟ سنجد ان الجسم المضاد يتفاعل مع المستضاد الموجود على أجسام كريات الدم الحمر، فيؤدي إلى تجلط كريات الدم الحمر، وبالتالي تفشل عمليات نقل الدم، وشفنا البارحة، والتي قد تؤدي إلى الوفاة. إذن نشوف مع بعض تبع لهذه العلاقة، الشخص الذي مجموعته الدموية A يحتوي، شوف المستضاد A ويرفض المستضاد بي، علل لاحتوائه على الجسم المضاد بي سمول. هذه بالحرف الصغير اللي هي في بلازما الدم، هذه بنسميها اجسام مضاده، اما هذه مستضادات. المستضاد
بالحرف الكبير المستضاد، الجسم المضاد بالحرف الصغير الجسم المضاد. اتفقنا الاي لا يجتمع مع الاي، ولا البي سمول يجتمع مع البي. اذا تعال نناقش، فالمجموعه الدمويه اي تحتوي على المستضاد اي، والجسم المضاد والجسم المضاد بسمه. اما المجموعه الدمويه بي فتحتوي على المستضاد بي والجسم المضاد اسمه. اما اذا هذه بها اسمه. اما المجموعه الدمويه اي بي فهي خاليه من الاجسام المضاده، لان ما يصير بها اسمه، لانها تتفاعل مع المستضاد اي ما يصير، ولا يصير بها بي سمول لانها تتفاعل مع المستضاد بي ما يصير، لان هذه بها مستضاد اي وبي. اما المجموعه الدمويه او فسترفض المستضاد A بواسطة الجسم المضاد اسمه، وترفض المستضاد B بواسطة الجسم المضاد باسمه. شوف المنظر هذا. إذا هذه خالية من الأجسام المضاد، هذه تحتوي على الاسم والبيسمه. تعال نتكلم بسرعة. المجموعة الدموية A، شوف من الجدول أو من الرسم، المجموعة الدموية A تحتوي على المستضاد A والجسم المضاد فراغ باسمه. المجموعة الدموية B تحتوي على المستضاد B والجسم المضاد اسمه. المجموعة الدموية AB تحتوي على المستضادين A وB وخالية من الأجسام المضادة. المجموعة الدموية O خالية من المستضادات، ماكو مستضادات تخص الـ A والـ B بس، ولكنها تحتوي على نوعين أجسام مضادة A small وB small. إذا هنسأل سؤال هسه ونجاوب عليه سوا، متى تفشل عمليات نقل الدم من الصورة قدامك؟ عندما يحتوي مصل دم المستلم المريض على أجسام مضادة لي بالحرف الصغير، والتي تتفاعل مع مستضادات الواهب فتؤدي إلى تجمع وتراكم وتجلط كريات الدم الحمر للواهب في الجسم في جسم المستلم أو المريض. أنوضح هاي بالسرعة مرة ثانية. عمي هذا مريض، قدامك السرير وهذا مريض. المريض هو اللي يحدد لي هل سيقبل الدم أم هو. هذا المريض يريد دم، فهو اللي ينطيني الصورة، هو اللي هيحدد لي أنا المريض هذا هيقبل ولا ما يقبل. بواسطة إيش؟ بواسطة الأجسام المضادة، الأجسام المضادة. إذا الأجسام المضادة لمن؟ للمريض. طيب المريض ما بيه مستضادات يغض النظر عنها، ليش بعدين؟ إذا أروح للمريض وأشوف دمه وأشوف أجسامه المضادة، عرفت أجسامه المضادة؟ أروح أجيب الدم اللي بيه المستضاد المناسب. إذا هنروح لمنه هسه الطرف الآخر؟ الواهب. الواهب هذا شنو؟ شخص تبرع بالدم وذهب
أشوف شنو عنده، أشوف مستضدة، المستضد وأنقل. وأنا بنقل أراعي إيش؟ اسمح لي لا يكون مستضد إيه؟ يروح لإسمه، هذا ما تصير. هذا واحد، هذا مستلم. ولا تخلي البي تروح لبيسمه، هذه حالات الفشل. إذا ما سبب فشل عمليات نقل الدم؟ لاحتواء مصل دم المريض على الأجسام المضادة التي تتفاعل مع مستضدات أي كريات الدم الحمر للواحد، وبالتالي تؤدي إلى تجمع وتراكم كريات الدم الحمر للواهب في الأوعية الدموية للمستلم أو للمريض. زين، تعال نطبق هذه هنا، نشوف مع بعض المنظر هذا. عمو، يا ترى نقدر ننقل دم من ايه لبي؟ ما تجاوب، انا هجاوب انا. وين المستلم؟ السامة المستلم. وين السامة المضادة؟ اي اسمه. ما يصير اروح اجيب له دم به مستضد ايه؟ هذا به اذا هاي تفشل. علل، شوف ايديا قدامكم، هذا على حسب السهم، هذا واهب، هذا مستلم. علل فشل مجموعه دم، نقل دم من مجموعه ايه الى مريض مجموعته الدمويه بيه. من اللي افشل الموضوع؟ لاحتواء مصل دم المريض على الاجسام المضاده اسمه التي تؤدي الى تجلط كريات الدم الحمر للواهب ايه. طيب نقدر ننقل A إلى AB، نشوف وين المستلم، وين أجسام المضادة، ماكو تنجح. علم نجاح نقل دم من مجموعة A إلى مريض مجموعة الدموية AB، لأن مصل دم المريض أو المستلم خالي من الأجسام المضادة. طيب تعال نشوف، هل يمكن نقل هذا إلى هذا؟ وين المريض؟ هذا. هل يمكن نقل دم من مجموعة B إلى مريض AB؟ شوف المنطقة، وين المريض؟ وين أجسامه المضادة؟ ماكو تنجح. علم رأسا روح للمريض، لأن مصل دم المريض خالي من الأجسام المضادة، ما بيها أجسام مضادة. زين نكمل، طيب نشوف هل هذه ممكن مجموعة A تروح لO؟ إذا هذه تنجح. طيب نشوف A تروح لO، روح وين المستلم؟ هذا المريض. وين أجسام المضادة؟ بيه A سمول وبيه سمول. الدم اللي جاي إيش بيهم المستضاد؟ بيه A. ما تصير. علم فشل نقل دم من مجموعة A إلى مريض مجموعته الدموية O لاحتواء مصل دم المريض على الجسم المضاد S O التي تؤدي إلى تجلط كريات الدم الحمر للمجموعة A. طيب هل نقدر ننقل هذه لهذه؟ تعال نشوف، وين المستلم؟ إيش بيه من أجسام مضادة؟ بي S O وبي S O. وهنا ده بيه مستضد ايه ومستضد، اذا هذه تفشل. علل فشل نقل دم من مجموعه AB الى مريض من مجموعه O، لان مصل دم المريض يحتوي على الاجسام المضاده اسمول وبيسمول التي تؤدي الى تجلط كريات الدم الحمر للمجموعه الدمويه AB. تعال نشوف العكس. طيب يصير انقل ال O كل الاسباب والاجابه معاه. هل يمكن نقل دم من مجموعة O إلى مريض AB؟ وين المريض؟ هذا. وين أجسام المضادة؟ ماكو تنجح. طيب هننقل O إلى B،
وين المريض؟ وين أجسام المضادة؟ إيه اسمه؟ هل أكل مستضادات إهنا؟ لا تنجح. علل يمكن نقل مجموعة الدم O إلى مريض من مجموعة دموية B، لأن المجموعة O خالية من المستضادات، وإحنا نعرف إن الواهب نخاف من مستضاداته. نفس الشيء الـ O تروح إلى الـ B أيضا، لأن ما بيها أيضا ما بيها مستضادات. لو سيادتك شفت الأسهم هذه كلها على بعضها، هنقدر نطلع مخطط يقول إيش؟ إن الـ O تنقل الـ A وتتبرع للـ B وتتبرع للـ AB، ويمكن للـ A أن يتبرع للـ AB، وكل مجموعة يمكن أن تتبرع لشخص من مجموعة دموية مماثلة. كل هذه إحنا عللناها وجاوبنا عليها، بس أكو ثلاثة تعليل مهمات. الأول لو تشوف سيادتك ينطل الكل، علل يطلق على المجموعة الدموية أو واحد عام لكونها خالية من واحد عام، خالية من المستضادات، وبالتالي يمكن لصاحبها أن يتبرع بدمه إلى أي شخص من أي مجموعة. شوف المجموعة AB تأخذ من الكل، شوفها تأخذ، أخذت منها وأخذت من هذا وأخذت من هذا. AB بنسميها مستلم عام، علل. فالO واحد عام، أما الشخص اللي مجموعته الدموية AB يمتي أي شيء، علل. لكون صاحب هذه المجموعة يمكنه أن يتسلم الدم من أي مجموعة أخرى وبأمان، علل. لكونه خالي من الأجسام المضادة. السؤال الآخر، علل يمكن لأي شخص أن يتبرع بمجموعته الدم إلى شخص ذو مجموعة مماثلة، يعني الـ A للـ A والـ B للـ B، تنجح. لو الرجل يقول لك تنجح، هو لما يقول لك ليش هذه فشلت، أي سؤال، علل فشل نقل دم من مجموعة A إلى B، هو يقول لك فشل، مما يدل على أن مصل دم المستلم يحتوي على أجسام مضادة تتفاعل مع مستضادات الواهب وتؤدي إلى تجلط كريات الدم الحمر للمستلم، العفو للواهب داخل الأوعية الدموية المستلم. طيب لما قال لي نجحت، إذا المريض أي المستلم لا يحتوي على أجسام مضادة تعمل على تجلط كريات الدم الحمر للواهب، فالإجابة بتكون واضحة. ولكن كل ما هناك ممكن تجيني الإجابة بذكر نوع الأجسام المضادة والمستضادة. زين، من هذا المنظر قدامك عرفنا الذي يحدد نجاح أو فشل مجموعة نقل الدم هو الأجسام المضادة للمريض ومستضاد الواهب، العكس ما لك علاقة به، ما تدخل نفسك في مشاكل. هنسأل سؤال يعتبر سؤال عام عن هذا كله، وهذا في سنة من السنوات اجعل يقول ايش؟ مريض مجموعته الدموية ايه في حاجة ماسة لعملية نقل الدم، ما هي؟ واحد، ما هي مجاميع الدم التي يمكن نقلها له بأمان ولماذا؟ تعليل آخر، وما هي مجاميع الدم التي يجب تجنبها ولماذا؟ هذا في سنة من السنوات اجعل أنجاوب. أولا، هو مجموعة الدموية ايه؟ وين الايه؟
هذه الاي. شوف الاسهم اللي داخله ياخذ من الاو وياخذ من الاي. يمكن نقل الدم من مجموعه او لهذا المريض، بس ما تسكت، فهي اي مجموعه الدم واهم عام، اي خاليه من المستضبات. ثانيا، لا العفو، اي هذه المجموعه، وكذلك مجموعه، وبالمجموعه ايش؟ اي انقى. ممكن تختصر لان مصل دم المريض لا يحتوي على الجسم المضاد اسمه الذي يتفاعل مع المستضاد A. يعني ممكن انقل A لA، A لA. فأساسا المريض ما به اسمه، أو ممكن تقول رأسا، وكذلك مجموعة الإيه، إن مصل تنجح، لأن مصل دم المستلم لا يحتوي على الجسم المضاد الذي يؤدي إلى أو يتفاعل مع مستضدات الوهم وتخلص. ثانيا، يجب الابتعاد عن المجموعة ومجموعته إيه؟ أكو علاقة؟ لا بي ولا إيه بي. مجموعة بي و إيه الاثنين، لأن مصل دم المريض يحتوي على الجسم المضاد هو إيش؟ هو من مجموعة إيه، وين الإيه والمستضاد؟ الأجسام المضادة باسمه، يحتوي على الجسم المضاد باسمه لا تتفاعل مع هذا وهذا، الذي يتفاعل مع كريات الدم الحمر لهاتين المجموعتين. قدامك الصورة. إذن عند نقل الدم هنلاحظ إيش؟ هنلاحظ الأجسام المضادة للمريض ومستضادات الوهم، بحيث ما تنقل الحرف الكبير أي المستضاد إلى الحرف الصغير اللي في المريض، ما يصير A لإسمه ولا B لإسمه، العكس ما لك علاقة به. هذه عمليات نقل الدم. إذا لما يسألني السؤال الموجود في الكتاب، علل فشل عمليات نقل الدم أحيانا، إجابة لاحتواء مصل دم المستلم على الأجسام المضادة التي تتفاعل مع مصدات الوائم، وبالتالي تعمل على تجلط كريات دم الحمر للوائم في الأوعية الدموية للمستلم. زين، من الذي اكتشف هذه العملية؟ لاندشتاينر، وكذلك علماء أخرى كانوا الزملاء. لاندشتاينر 1900، لو أنت عايش معاه في الوقت هذا ستجد أنه غير مطمئن ويشعر أن اكتشافاته غير كاملة، هو فقط الذي يعلم ذلك. لقد نجح، ولكن ليس النجاح بنسبة 100%، ولا أحد يعلم ما السبب إلا هو لاندشتاينر نفسه. فبعد أن وضع أسس عمليات نقل الدم وعرف السبب، هو ما دكتور، ما يكون عندي صالة أوردها بها مرضى من مجاميع دم مختلفة، الواجب أي واحد منهم أنتي مجموعة دموية O واهب عام تنجح،
أحيانا وجد لاندشتاينر أنها تفشل. عنق الدم إيه لإيه؟ إيه ما بها شيء مثل ما شفنا. وجد لاندشتاينر أنها أحيانا تفشل. إذا ما اكتشفه مندل فسر لنا متى تنجح العملية ومتى تفشل، ولكن ليست إجابة قاطعة. فهناك بعض الحالات ما زالت تفشل رغم أننا نتبع إرشادات لاندشتاينر، والعلاقة بين المستضاد A و B وأجسام المضادة اسمول وبسمول. وظلت الحيرة 40 سنة ويحاول لماذا تفشل بعض العمليات، عمليات نقل الدم التي يجب أن تنجح طبقا لما اكتشفه. فقد اكتشف مستضدين، إذا هناك سبب آخر. 40 سنة إلى أن اكتشف ما يدعى العامل الرئيسي. أو مستضاد الار اتش أو عامل الار اتش. فمن خلال تجارب من العفو لاندشتاينر على الحيوانات، وكان معظمها على خنازير وعلى أرانب إلى آخره، كان من ضمن أو معظم هذه التجارب كانت على قرود، قرود من سلالة سمات سلالة الرايسس. نقل دم من أرنب لقرد وهكذا بدأت تكون السم مضاد، قصة طويلة. فوجد لاندشتاينر أن هناك مستضد ثالث غير الـ A والـ B. هي كرات الدم الحمر مملوءة بالبروتينات، ولكن بنبحث عن البروتينات أو المستضدات التي لها علاقة بعمليات فشل أو نجاح كرات الدم الحمر. فقد وجد لاندشتاينر عام 1940 هو وزميله واينر ولاندشتاينر هذه كسنة 1940 اكتشف مستضد ثالث، أي بروتين يوجد على سطح كريات الدم الحمر، اكتشف لأول مرة في القرود من سلالة الرايسس، فسموه لا مستضد A ولا مستضد B، سموه مستضد RH أو عامل الرايس. هذا في القرود، ما داخل الإنسان. وفيما بعد اكتشفوا أن هذا المستضد يوجد في غالبية البشر. فأكثر من 85% من البشر يمتلك أو يحتوي العامل الرئيسي، يعني عنده مستضد الـ RH العامل الرئيسي، يعني نسبة قليلة من البشر لا تحتوي أو لا تمتلك هذا المستضد. إذا البشر كان نوعين، ناس عندها العامل الرئيسي أو عامل الـ RH، وناس ما عندها. يطلق على الناس اللي عندها RH موجب، يعني عندها تمتلك العامل الرئيسي. أما الذي لا يمتلك نسميه RH سالب. معايا هنا منظر بس أريد عندك ملاحظة بالكتاب. يقول لك انخفاض او النسبة القليلة للار اتش سالب
تعني أن الانتخاب الطبيعي ليس في صالح هذه الصفة. ما معنى ذلك؟ وما معنى نحن ندخل في الموضوع بس سريعا لأنه مكتوب عندك بالكتاب فعيب تقرأ وما تفهم. لما أكون الشارع أمشي بالشارع هذا ما لقي ولا بزون، إذا ماكو بزازين، إذا الشارع هذا غير مناسب لبقاء البزازين، إما بأعداء البزازين وهي الكلاب، أو ما بغذاء خاص للبزازين، أو الناس بتكافح البزازين، أي أن الانتخاب الطبيعي ليس من صالح البزازين. ما معنى الانتخاب الطبيعي؟ يعني تأثير العوامل البيئية المحدد على الكائن الحي، فالطبيعة ليست في صالح بقاء هذا الكائن. الطبيعة هنا العوامل البيئية من غذاء وحرارة ورطوبة إلى آخره. أما الشارع الآخر عندما نجد أن هناك كثرة ووفرة من البزازين فنقول الانتخاب الطبيعي من صالح البزازين هنا، يعني كل ما تريده متوفر، فالطبيعة في صالح البزازين في هذا الشارع وليست في صالح البزازين في هذا الشارع. فعندما نقول انخفاض نسبة الأفراد اللي هي RH سالب دليل على أن العوامل البيئية أو الانتخاب الطبيعي ليس في صالح RH سالب. بس أقول مرة ثانية حتى ما تنسى، ما المقصود بRH موجب؟ يعني شخص يحتوي على العامل أو على مستضاد الRH. طيب ممكن يكون بهذا الشكل، ممكن أكتب أشوف المنظر O موجب، طب هنا O سالب، ما الفرق؟ تعال نحلل شنو معنى A موجب. يعني شخص مجموعته الدموية O ويحتوي على مستضاد الRH. إذا بلا زحمة ما تستعجل، ما هي المستضادات الموجودة في هذا الرجل؟ مستضاد واحد هو مستضاد العامل الرئيسي، تجنه سالب، يعني لا يحتوي لا على A ولا على B ولا على العامل الرئيسي. طب عندما نقول A موجب، كم مستضد B؟ B مستضد A ومستضد RH أو العامل الرئيسي. طب عندما نقول A سالب، يعني يحتوي على مستضد A ولا يحتوي على مستضد RH. عندما نقول ما أكتب كل شيء A B موجب، عارف هذا الرجل هذا الشخص يحتوي على ثلاث مستضدات A و B ومستضد RH. طب عندما نقول A B سالب، يعني يحتوي على المستضد A والمستضد B ولا يحتوي على مستضد RH. طب وما تأثير ذلك على عمليات نقل الدم؟ شايف السؤال هذا؟ هنعيدها مرة ثانية بس هنا. لو هذا المريض اسمح لي في المثال المجاور اللي هو هذا، في المثال المجاور لو اكتشف المريض العفو الطبيب أن هذا المريض A موجب، يعني يحتوي على العامل الرئيسي، هل سيغير من تفكيره؟ احنا انطناه ايش هذا الرجل؟ انطناه المجموعة A و A و O، انطناه O و A. طب عرفنا ان هو موجب، اذا هننطيه نفس الشيء ال A وال O. طب وين وخصوص العامل الرئيسي على هذا المريض؟ هذا المريض A كنا بننطيه A وبننطيه O، هذا قبل ما نعرف مجموعة العامل الرئيسي. عرفنا أنه هو موجب، خلاص انتهي موجب. طب يصير انتهي سالب؟ ايه يصير على كيفك ما تستعجل، وانتهي اي سالب وانتهي او سالب. شلون؟ شنو الفائدة؟
هو اساسا بيه مستضاد ايه ومستضاد للعامل الرئيسي. طب هذا بيه مستضاد ايه ولا يحتوي على العامل الرئيسي؟ اذا لا خطوره. اذا لو كان المريض العامل الرئيسي له نغض النظر عن الار اتش موجب او سالب ما يؤثر. يعني انا لو مجموعه الدمويه ايه موجب انتني اي ايه او او موجب او سالب. المشكله عندنا حاليا لو كان المريض هسه في المثال ولو كان المريض هذا سالب في كل الحالات هننتيل ايه وهننتيل او ايضا هننتيل ايه سالب وهننتيل او سالب يصير انتيه موجب هيصير انتيه موجب او موجب او ايه موجب نسمع ما يصير ليش؟ لان هذا به مستضاد للار اتش هذا ما به. اذا سينتقل الى هذا المريض مستضاد لا يوجد فيه مثله فيبدا بتكون السب مضاده تؤدي الى تجلط كريات الدم الحمر. اذا لو كان المريض سالم لا يعطى الا المجموعه الملائمه سالبه وان اضطر الطبيب ينتهي السالب ولكن لمرة واحدة. نقول مرة ثانية ونشوف كلمة المرة واحدة هذه. ما تأثير العامل الرئيسي المستضاد مثل باقي المستضادات مثل الـ A والـ B؟ لما يكون واحد عنده مستضاد R H موجب ينتهي الموجب ينتهي السالب. لو سالب ينتهي سالب بس. طيب ما عندي والمريض ابدا ما نقل دم ينتهي الموجب بس مره واحده. بمعنى انا عندي حاليا مريض مجموعه الدمويه A موجب. ما هي مجامع الدم التي يمكن نقلها له؟ المجموعه الملائمه وهي الـ A والـ O بغض النظر عن العامل الرئيسي. يعني ننطيه A موجب A سالب O موجب O سالب. طب لو كان المريض A سالب يعطى المجموعة الملائمة A سالب أو O سالب فقط وإن اضطر الطبيب فيمكن أن يعطيه الـ A موجب والـ O موجب لمرة واحدة. شنو معنى لمرة واحدة؟ نسمع شوية. ما الفرق بين المستضاد A والمستضاد B ومستضاد الـ RH؟ المستضاد A إلى جسم مضاد في الحالة الطبيعية، المستضاد B إلى جسم مضاد بالحالة الطبيعية موجود جهاز مناعي. أما مستضاد الـ RH فلا يوجد له أجسام مضادة ولكن إذا نقل الموجب إلى السالب فيبدأ الشخص السالب بتكوين الأجسام المضادة ولذلك ستسبب خطر في حالة النقل الثانية. هذا الموضوع ما موجود عندك بالكتاب ولكن يجب ان انت تعرفه. وفي سنه من السنوات اجى في الامتحان رغم انه ما موجود في الكتاب وعيب ان احنا القصه كلها على نقل الدم وما نعرف شنو معنى الكلام هذا. نجي للنقطه الثانيه المهمه بخصوص العامل الرئيسي. كلش مهمه هذه في حياتنا ان شاء الله المتزوجين والشباب اللي هيتزوجوا. العامل الرئيسي كلش مهم. تروح لي واحد ان شاء الله ياخذ يريد يتزوج فيروح المحكمه فالقاضي ينطيه تحويل للمستشفى يقول له روح سوي فحص دم. اول شيء سواه علل فحص الدم المقبلين على الزواج. اول شيء اول قبل العقد قبل كل شيء القاضي يعطيك تحويل للمستشفى علل
فحص دم المقبلين على الزواج. بمعنى أي واحد قبل ما يتزوج لازم يسوي فحص دم. يروح المستشفى يأخذ مني دم ويحلله ما يعرف يسوي ويرجع للقاضي ويسوي العقد ويتزوجوا، هم ما عرفوا شنو الموضوع بالأصل. القاضي ما من حقه يقول له روح ما نزوجك، لا، هو في كل الحالات هيتزوج، ولكن يتم تحليل دم كل من الزوج والزوجة لأخذ الاحتياطات الطبية اللازمة لوقاية الأبناء في المستقبل من الإصابة بمرض يدعى باليرقان أو فقر الدم الحاد الذي يؤدي إلى موت الجنين قبل أو بعد الولادة مباشرة. إذن العملية وقائية لحماية الأطفال في المستقبل. هنجو مرة ثانية، علل فحص دم المقبلين على الزواج للتعرف على العامل الرئيسي لكلا الزوجين وأخذ الاحتياطات الطبية اللازمة لحماية الأجنة والأطفال فيما بعد من الإصابة بالأرصفار أو اليرقان أو فقر الدم الحاد والذي يؤدي إلى موت الجنين، لأنه بيصاب بفقر دم، موت الجنين قبل الولادة أو بعد الولادة. متى يحدث ذلك؟ متى؟ شوف المنظر، هذا هو الوحيد وما تدور على غيره. عندما تكون الأم RHSL، الأم RHSL عمو تحفظ هالح، ما باحتمال ما تقول لي لو موجة الخطورة، بس تكون الأم RHSL ويكون الجنين في رحمها RH موجة. طب كيف كان هذا الجنين؟ كيف كان الجنين RH موجة؟ دليل على أن أبوه أو زوج هاي المرأة موجة، فطلع الجنين موجة. حاليا القصة الأم وهذا الجنين في رحمها حامل. في هاي الحالة أكو خطورة؟ مو باستمرار، بس إحنا بنتوقع أن أكو خطورة. طيب مش بدل أن الجنين RH موجب، ولذلك أي مرأة أو فتاة RH سالم يؤخذ لها أو عليها الاحتياطات مهما كان زوجها. فالبنت RH سالم يأخذ الدكتور أو الدكتورة الاحتياطات، ما هو احتياطات أكثر منها إبرة بعد ما تولد، مو مشكلة بغض النظر عن الزوج أو الجنين، بس إحنا بدنا نعرف وين مصدر الخطر. ففي مثل هذه الحالة إذا كانت الأم RH سالم والجنين RH موجب، أي يعني الزوج RH موجب، وفي حالة وجود تشقق في المشيمة أو بعد الولادة وأثناء فصل المشيمة من جدار الرحم يختلط بعض من دم الجنين موجب بدم الأم موجب، مما يحفز الأم على تكوين أجسام مضادة ولكنها قليلة بطيئة في الحمل الأول، وبالتالي يولد الطفل الأول بسلام. ولكن تراكمت الأجسام المضادة في دم الأم في الحمل الثاني ويكون موجب أيضا، تتراكم الأجسام المضادة وعندما تنتقل إلى الجنين من دم الأم، ينتقل الأجسام المضادة من الأم للجنين، ستؤدي إلى تفتيت كريات الدم الحمر للجنين وبالتالي يؤدي إصابته فقر دم حاد وبالتالي موته لو الثانية قبل أو بعد الولادة مباشرة. إذن الخطورة مصدر، متى تكون الخطورة؟ إذا كانت الأم RH سالم، وعلى من؟ على الجنين اللي يكون RH موجب. طيب ماذا يجب فعله في مثل هذه الحالة؟ شيء بسيط، بعد كل ولادة الأم اللي هي سالم كلما تدخل غرفة العمليات وتولد تحقن بمادة مضادة للRH موجب.
إبرة بس هنج بس قبل ما تطلع لا يمر على الولادة 72 ساعة. ماذا تفعل هذه المادة؟ لتفتيت كريات الدم الحمر الموجبة التي تسربت من الجنين إلى الدورة الدموية للأم، وبالتالي منع تكوين الأجسام المضادة، وكأن الأم بتحبل لأول مرة ما بأجسام مضادة. فحص دم المقبلين على الزواج هي مهمة بالنسبة للمرأة. إن شاء الله الدرس القادم هنبدأ في وراثة العامل الرئيسي. إذا قبل ما أعرف الدرس علل فشل عمليات النقل الدم أحيانا، الإجابة ما تغيرت. متى تفشل؟ إذا احتوى دم مصر دم المريض على الأجسام المضادة. يا أجسام مضادة إن كانت الـ A والـ B أو مصادة الـ RH التي تعمل على تجلد كريات الدم الحمر الواحد. استراحة قصيرة إن شاء الله ونعود مع وراثة العامل الرئيسي.